الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخصيص 100 مليون جنيه لتعويض متضرري السيول وتطوير البنية التحتية. رئاسة الجمهورية تبدأ غدا تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب. القوات العراقية تحبط هجوما لداعش على الرمادي، والحشد الشعبي يبدأ عملية غربي الموصل لقطع الإمدادات عن التنظيم. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد نشر إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل في تصريحات خاصة للنيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري السيول، إضافة إلى 50 مليون جنيه أخرى لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة. وأضاف إسماعيل أن محافظ البحر الأحمر شكل لجنة لحصر الخسائر، سواء بالنسبة للمحال التجارية والأسواق أو بالنسبة للمواطنين. الخمسين مليون جنيه بنية تحتية ده لاستعادة كفاءة البنية التحتية اللي اتأثرت، سواء كانت طرق أو محطات كهرباء أو لوحات توزيع أو محطات صرف وخلافه. بالنسبة للتعويضات على مستوى طبعا المحافظات المتضررة، يعني بالنسبة للبحر الأحمر السيد المحافظ شكل لجنة لحصر الخسائر، سواء كانت بالنسبة للمحال التجارية أو الأسواق التجارية أو بالنسبة للمواطنين. وبعد انتهاء الحصر إن شاء الله احنا بنسعى ان احنا يعني ينتهي هذا بأسرع وقت، في حدود 5 أيام إلى 7 أيام بإذن الله حيتم الصرف إن شاء الله. طبعا الحقيقة دخلت مدينة راس غارب، الحقيقة المدينة تضررت، وأنا طلبت من المحافظ أنه يوجه عدد أكبر من المعدات في الوقت الحالي، لوادر ومعدات أخرى، علشان تفتح الطرق وتستعيد المدينة كفائتها بإذن الله في أقرب وقت. يعني المفروض دلوقتي يبقى فيه معدات إضافية إن شاء الله بتتحرك للمدينة. وفي تصريحات خاصة للنيل أكد وزير النقل جلال سعيد أن معدات هيئة الطرق والكباري تقوم حاليا بالعمل على طريق راس غارب والزعفرانة، معلنا فتح الطريق جزئيا. وأضاف الوزير أن طريق وادي تيران وطريق سانت كاترين وادي فيران هما الطريقان الوحيدان المغلقان حتى الآن، ويوجد تنسيق بين جميع الجهات من أجل العمل على فتح الطرق. طبعا أقول أولا أنه احنا التي موجودين على طريق القادم من العين السخنه ومتجها الى متر الغردقه، منطقه الزعفرانه تحديدا، يعني راس غارب والزعفرانه. الطريق ده معظمه شغال في مناطق معينه حصل فيها اطماء زي المكان اللي احنا فيه ده، مسافه حوالي 500 متر تقريبا، وفي اماكن ثانيه بعد حوالي 70 كيلو كان حصل فيها طريق اتقطع لوقت قليل، وحاليا شغال بشكل جزئي. وامبارح كان في معدات هيئه الطرق والكباري بتعمل في هذه المنطقه، وان شاء الله يمكن قبل الظهر النهارده الطريق يعود الى حالته الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. للمتابعه ينضم الينا عبر الهاتف من الغردقه مراسل النيل احمد ابو الحسن. احمد، هل من تطورات جديده لديك في عمليه يعني ازاله النتائج السلبيه المترتبه على السيول والامطار الغزيره في الايام الماضيه؟ يعني بالفعل طبقا لتوجيهات يعني او التصريحات التي اعلنها محافظ البحر الأحمر، أنه في خلال هذا اليوم مع نهاية هذا اليوم وغدا على الأكثر سوف يتم إزالة كافة الأضرار التي يعني تتعلق فيما يتعلق بالطرق، خاصة الطريق الذي يربط بين القاهرة ومحافظة البحر الأحمر. بعد أن كان جزء فقط منه الذي تسير فيه السيارات أصبح الآن على حد تصريحاتي معد ومهيئ تماما للسيارات بشكل يعني شبه عاد إلى طبيعته. أما فيما يتعلق بالشوارع الخاصة بمدينة مرسى علم، عفوا الخاصة بمدينة رأس غارب، هذه ما زالت سوف يعني يتم العمل فيها، وعلى مدار 48 ساعة طبقا لتصريحاتي سوف يتم الانتهاء منها وتعود لحالتها الطبيعية. لكن طريق رأس غارب الزعفرانة مفتوح جزئيا صحيح؟
طريق رأس غارب الزعفران كان مفتوح جزئيا في خلال الفترة الصباحية حوالي الساعة 8 صباحا، وكان التصريحات من السيد رئيس الوزراء من السيد وزير النقل في هذه في هذا المكان أنه سوف يتم الانتهاء منه مع نهاية هذا اليوم، ويتم فتح هذا الطريق بشكل كامل مع نهاية هذا اليوم. هناك ماذا عن الأسر المتضررة، حالة المصابين، يعني كيف التعامل مع النواحي الإنسانية في هذا الموضوع؟ بالتأكيد هذا الأمر يعني يشغل يعني اهتمام الحكومة والمحافظة والمحافظ هنا والجهات المعنية بشكل يعني بشكل كبير، حيث أكد السيد محافظ البحر الأحمر أنه تم تقديم العناية الكاملة للمتضررين يعني من يعني فيما يتعلق ببعض الإصابات التي يعني تمت نتجت نتيجة هذه السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها خلال تقديم المستشفى، وأيضا يعني تم تقديم أيضا هناك مساعي كبيرة لإعادة التيار الكهربائي إلى هذه المدينة بعد أن قطعته يعني السيول. وهناك تأكيدات على الاهتمام الأول بالأرواح بشكل كبير وخاصة في مدينة رأس غارب. شكرا جزيلا أحمد أبو الحسن من مدينة الغردقة. وفي تصريحات خاصة للنيل، أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أنه تم إعادة التيار الكهربائي لجزء كبير من مدينة رأس غارب بعد قطعه جراء تأثر المحول الرئيسي بالسيول. وأشار المحافظ إلى الدفع بعدد من عربات شفط المياه وإعادة فتح الشوارع الرئيسية بالمدينة. استعدنا الحمد لله جزء كبير من الكهرباء في المدينة، لأن المحطة بتاعة الموزعات الكهرباء أو الموزع الرئيسي للكهرباء كان مغمور بالمية، فبدأنا نعمل مراجعة لكل المحولات والموزع ونشفط المية اللي موجود. حاليا من أول امبارح في المدينة بدأنا فعلا نكثف، ندفع بقى بكم كبير من عربيات شفط المياه بطلمبات لشفط المياه اللوادر والقلابات عشان وشغالين لاستعادة الموقف تماما. الحمد لله الشوارع الرئيسية اتفتح. كما أكد محافظ البحر الأحمر أنه تم إعلان إجازة لجميع مدارس مدينة رأس غارب. أوضح المحافظ أيضا أن هذه الخطوة هي إجراء استثنائي لحين إعادة فتح جميع الشوارع. دفعنا بالخبز من مدينة الغردقة، خبز طازج للناس. النهاردة الصبح في 4 مخازن بدأوا إنتاج الخبز، فعنينا على تأمين حياة المواطن داخل المدينة. من جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي صرف 10,000 جنيه من صندوق الكوارث لكل حالة وفاة من ضحايا السيول و2000 جنيه لكل مصاب. وأفادت وزارة التضامن أيضا في بيان لها أنها تحركت سريعا من خلال إرسال لجان الإغاثة في كل المحافظات ومتطوعي الهلال الأحمر المدربين على الإسعاف وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. ومعنا من أسيوط أحمد سلطان مراسل النيل هناك. أحمد بعد التحية، كيف تتابع الوضع لديك الآن وما هي آخر التطورات من حيث إزالة الأضرار الناجمة عن السيول؟ بالتأكيد الأوضاع السنة أخيرا اليوم والساعات الأخيرة من يوم الأمس كانت هناك تراكمات كبيرة من المياه والرواسب الطينية داخل الشوارع. اليوم تمت العديد من الإجراءات وهي توجيه أكثر من 42 سيارة من سيارات شفط المياه وإزالة الرواسب إلى جميع شوارع مدينة أسيوط وخاصة الميادين الكبرى وأيضا الأنفاق، ولكن كانت هناك مشكلة وهي التي أدت إلى تراكم المياه في الأنفاق وهي فصل التيار الكهربائي عن طلمبات رفع المياه من الأنفاق. وصرحت محافظة أسيوط بأن هذه المشكلة سوف تتفادى عن طريق توصيل كابل كهربائي خاص بهذه الطلمبات بعيدا عن خط الكهرباء الأساسي. فيما يتعلق بإزالة الرواسب من الشوارع داخل مدينة أسيوط، معظم الشوارع تم فتحها اليوم، ولكن نظرا لتراكم المياه داخل بعض المدارس وبعض الشوارع الفرعية أصدر السيد محافظ أسيوط قرار بإيقاف الدراسة اليوم السبت وغدا الأحد، وذلك منعا لحدوث أضرار للطلاب أثناء. يعني هل ما زالت الحياة اليومية متوقفة؟ هل المواطنين ما زالوا
في منازلهم أم بدأت الحياة مرة أخرى تعود إلى طبيعتها؟ بدأت بالفعل الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم، ولكن الملحوظ أن كان هناك نقص في سيارات شفط المياه وآلات رفع الرواتب داخل القرى والمراكز، وهذا يرجع إلى نقص المعدات في بعض الوحدات المحلية، ولكن بصفة عامة الصورة عادت إلى طبيعتها كالأيام السابقة. لا يوجد توقف في حركة المرور، المعاليم الكبرى تعمل بها حركة المرور بانتظام، أيضا الأنفاق الرئيسية تم إزالة المياه منها بصورة كاملة تماما. نعم، أحمد سلطان مراسل النيل في أسيوط كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ما زلنا في هذه المتابعة، وينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل في جنوب سيناء حمادة الشواتفي. حمادة، كيف تبدو الأوضاع في جنوب سيناء بعد كل هذه الساعات يعني من العمل في هذه المنطقة؟ دينا، جنوب سيناء الآن الأمور تسير بصورة طبيعية، الطرق مفتوحة تماما من طابة حتى رأس سدر، لا يوجد أي أثار للسيول على الطريق. محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أمر بتشكيل غرف عمليات على أعلى مستوى لإزالة كل أثار السيول الموجودة على الطرق الدولية، وتم بالفعل فتح جميع الطرق بعد ساعات قليلة من غلقها. لكن دعيني دينا أقول لك أن جنوب سيناء تعتبر السيول مصدر خير ورخاء، لأنك كما تعلمين نحن نعتمد على مياه السيول في الشرب وفي الزراعة وفي كل الأمور الحياتية اليومية. يعني هناك مخرات للسيول ويعني تمكن الدولة من الاستفادة من هذه المياه؟ نعم نعم دينا، هناك فرحة عارمة بين أبناء جنوب سيناء، ودعيني أقول لك أن هناك مشروع ضخم نفذته القوات المسلحة، هو مشروع وادي وتير لحماية منطقة نويبع وطريق سيناء الأوسط من أخطار السيول، وهذا المشروع قد نجح بالفعل، وهناك ملايين الأمتار المكعبة من المياه داخل البحيرات الصناعية وأمام السدود التي تم إنشاؤها بواسطة القوات المسلحة. أيضا هناك الأبار والموجودة داخل كل المدن تقريبا امتلأت عن بكرة أبيها، هناك فرحة عارمة. صدقيني الجميع هنا يتمنى أن تنزل السيول كل يوم في جنوب سيناء حتى تمتلئ الأبار. طيب، حدثني حمادة عن هذا المشروع الذي ذكرته ونفذته القوات المسلحة، وهل هناك نية ربما وسمعت ذلك من المسؤولين عن تطبيق مثل هذه المشروعات التي تستفيد من مياه الأمطار أو السيول في مناطق أخرى؟ دينا، منذ عامين تقريبا تعرضت مدينة طابة لسيل كبير جدا أدى إلى إغراق وإتلاف عدد من المنشآت السياحية وخسائر قدرت آنذاك ب 800 مليون جنيه. على الفور أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا العام الماضي بضرورة إنشاء مشروع لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول. المشروع تكلف في البداية 600 مليون جنيه، المرحلة الأولى 300 مليون جنيه، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى عن طريق الشركة الوطنية التابع لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وبالفعل هذا المشروع أثبت نجاحه، وهناك مرحلة ثانية سيتم إنشاءها في جنوب سيناء للاستفادة من مياه السيول لتكون جنوب سيناء نموذجا مشرفا لكل المحافظات حتى يتم الاستفادة من مياه السيول. شكرا جزيلا لك حمادة الشواتفي بعد أن نقلت لنا هذه الأوضاع من جنوب سيناء. أعلنت وزارة الصحة وفاة 26 شخصا وإصابة 72 آخرين حصيلة الأمطار الغزيرة والسيول في عدة محافظات، والتي بدأت يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت. أوضحت الوزارة أن قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة كان قد أرسل منشورا إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث السيول في بعض المناطق، وتضمن المنشور الإجراءات الخاصة بالأماكن التي تصاب بالسيول وأن يراعى فيها سرعة التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة صحية ورش المياه الراكدة الناتجة عن السيول بالمبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة. تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارا من الغد تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أثنى على وعي شباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو الصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب، والذي اختتم أعماله الخميس في مدينة شرم الشيخ. ساعة
سريعا بدأت رئاسة الجمهورية في تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي صادفته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري. وأوضح المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية أنه سيتم اعتبارا من الأحد المقبل تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور. وقد وجه الرئيس السيسي الشكر لشباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو بالصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب، وأكد سيادته في رسالة نشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد سعادته بشباب مصر العظيم وثقته المطلقة في قدراتهم. وكان الرئيس السيسي قد أعلن في كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب أعلن عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالشباب، من بينها تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر. تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر. كما أعلن الرئيس السيسي قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات. كما أعلن الرئيس السيسي قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وذلك لإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر. كما أشار الرئيس السيسي إلى قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب وما يستجد بعدها، وذلك وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب والمقرر عقده في نوفمبر عام 2017. فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2017 وحتى عام 2020، وذلك بعد أن حصدت 173 صوتا خلال الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس الثقة التي تحظى بها مصر على الصعيد الدولي ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. أعلنت مصادر أمنية ومحلية عراقية اليوم عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم خطط له عناصر في تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار غرب العراق. استهدفت العملية عددا من الأوكار والمخابئ التابعة لتنظيم داعش جنوب المدينة، وكانت القوات العراقية استعادت في فبراير الماضي مدينة الرمادي التي تقع على بعد 100 كيلومتر غرب بغداد من سيطرة التنظيم ليعود عدد محدود من الأهالي إلى منازلهم، بينما تتواصل عمليات إزالة العبوات الناسفة بالمدينة. تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في مناطق غرب مدينة الموصل لقطع طريق الإمدادات عن مسلح تنظيم داعش. كان التحالف الدولي قد أعلن توقف القوات العراقية لمدة يومين عن شن هجمات بهدف تثبيت سيطرتها على المناطق التي انتزعتها من داعش.
وقف للعمليات العسكرية على مدينة الموصل العراقية لمدة يومين أعلن عنه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وذلك بهدف إحكام السيطرة على المناطق والقرى التي استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة عليها من داعش. هذا التوقف المؤقت في عملية تحرير الموصل أعلن التحالف الدولي أنه جزء من مخططاته للهجوم على المدينة، موضحا أنه في هذه الأثناء تعيد القوات العراقية تموضعها وتطهير المناطق التي تمت استعادتها. القوات العراقية قررت أن الآن هو الوقت المناسب للقيام بهذا، ونحن من جانبنا وصلنا تقديم العون عبر توجيه ضربات جوية دعما لهم لتدمير الأنفاق ومراكز القيادة لداعش، ولكنهم قرروا الآن أنهم يريدون تطهير المناطق التي سيطروا عليها، وهو أمر لا يمثل توقفا تاما عن الخطة. وبعد ساعات على تصريحات التحالف الدولي عن توقف جزئي لعملية تحرير الموصل، أشار بيان عسكري عراقي إلى أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة، وأضافت القوات العراقية المشتركة أن القوات تتقدم على محاور العمليات وفق الخطة الموضوعة، وأن هذا التوقف هو لإعادة تنظيم وانتشار الآليات العسكرية بعد تحرير عشرات القرى. وأكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن قواته قد تقتحم الموصل من المحور الشرقي خلال اليومين المقبلين، حيث يتم الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من العملية، وهي الدخول إلى المدينة. قوات الحشد الشعبي من جانبها أعلنت استكمال استعداداتها للمشاركة في عملية تحرير الموصل من المحور الغربي للمدينة. ويعتبر المحور الغربي للموصل أوسع وأخطر وأهم محور لعدة اعتبارات، منها أنه الشريان الرئيسي لخطوط الإمداد لتنظيم داعش، ويضم عدة مدن تمثل قواعد أساسية للتنظيم. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي العراقي. دكتور طارق، ما هي قراءتك للأوضاع الحالية في العراق والعمليات المتواصلة لتحرير مدينة الموصل؟ شكرا لك وشكرا للمشاهدين الكرام. الآن أصبح تنظيم داعش قادة قوتية وأدنى من نهاية تنظيم داعش في العراق لابد أن تكون منتهية خلال أيام، لا كما يقال الإعلام الغربي والإعلام الآخر، بدليل أن تقدم القوات العراقية إلى الآن لم تجد فيه مقاومة من داعش، بمعنى أن هناك معركة من داعش ضد القوات العراقية، وأن ما كان ترتيب داعش هو الهروب هو الانتهاء من ذلك. ناهيك عن أن هناك قوات من الحشد الشعبي نزلت في المنطقة الغربية المنطقة الشمالية من الموصل، وهذه القوات تتطبق على قوات داعش، يعني لابد أن تنهي كل القرى كل المدن اللي تم تحقيقها لم نجد فيها من العراقيين سوى التأييد والقبول لتقدم القوات العراقية. هذه مسألة مهمة، يعني أن أهل المدن أهل القرى أهل الموصل يؤيدون قوات عراقية ويبشرون بقدومها، وهذه لابد أن تنسحب بشكل سلبي على داعش. داعش يمكن أن نقول أنه خلال أيام، لا يمكن أن يكون هناك لداعش أثرا أو ضررا أو طيب، لكن اسمح لي يا دكتور، هناك تخوف الآن من أن العناصر والقيادات الهاربة من جحيم الحرب في مدينة الموصل سوف تنتشر في مدن أخرى بالعراق، وربما قد تنتقل أيضا إلى سوريا. ما رأيك في هذه الآراء؟ نعم، نعم، بارك الله فيك. إلى سوريا نعم، لكن هناك حشد شعبي ضربا فوق الشمال والشمال الغربي، انتقالهم إلى المدن العراقية بعيد جدا. حتى لو فرضنا أنهم انتقلوا، فإنه أما يسلمون القوات العراقية أو أنه لا يمكن أن يكون له أثر في الاتجاه الذي حصل والذي عمل به القوات العراقية، اتجاه سليم، بحيث أن أهل الموصل نفروا وضربوا وتركوا وعادوا قوات داعش. هذه القوات يمكن أن تكون كما تفضلت تهرب إلى سوريا، يمكن أن تكون تهرب إلى المناطق العراقية الأخرى، لكن هل تجي ملجأ
في القوات في المناطق العراقية بالعقلية النواحي القرى المدن القرى العراقية الجواب حسن كلا. لماذا؟ لأن هذه المدن والقرى والمناطق قد وجدت في داعش القتل والتهريب وسواها من الإجراءات غير القانونية، وبالتالي فإن داعش سيكون محلا للرفض المدن الأخرى العراقية. نعم. الموصل حاليا. شكرا جزيلا دكتور طارق حرب المحلل السياسي العراقي. اتهمت الإدارة الأمريكية النظام السوري باستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وطلبت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوصفها جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول سبل حل الصراع في سوريا، بما في ذلك تسوية الأوضاع الميدانية والإنسانية في مدينة حلب. مع انسداد الأفق في التوصل لتسوية سلمية للنزاع السوري، لازالت القوى الإقليمية الرئيسية تصطف على طرفي نقيض. الولايات المتحدة التي نفضت يدها من المفاوضات السلمية مع روسيا أعلنت أنها تدرس فرض عقوبات إضافية على الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد أن اتهمت النظام السوري باستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، وطالبت بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. روسيا الطرف الأقوى ميدانيا أعلنت أن المباحثات مستمرة مع الخارجية الأمريكية لبحث سبل حل النزاع السوري، بما في ذلك تسوية الأوضاع الميدانية والإنسانية في حلب، فضلا عن نقاط الخلاف الأساسية في الاتفاق الأمريكي الروسي التي تم التوصل إليها في وقت سابق، وأهمها ضرورة فصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات. ورغم رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف الضربات الجوية على حلب، إلا أن روسيا احتفظت بحقها في استخدام كل الوسائل المتاحة لها لدعم قوات النظام السوري في حال دعت الضرورة لذلك. تصريحات الرئيس بوتين حول ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لم تمنع تجدد الاشتباكات والقصف العنيف بمئات الصواريخ للمناطق السكنية جنوب وغرب مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون. الاشتباكات امتدت إلى ريف حلب الشمالي قرب مدينة مارع بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي المعارضة المسلحة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 27 عنصرا من مسلحي المعارضة، فضلا عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق في ريف مدينة أعزاز بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. ومع تواصل الشد والجذب بين القوى العظمى والإقليمية بشأن الخلاف الجدلي حول ماهية القوى المتصارعة على الأرض وأهليتها في القتال داخل سوريا، يبقى مصير نحو مليون شخص من سكان مدينة حلب رهن التوصل لآلية لدرء الخلاف بين قطبي النزاع الذي شارف عامه السادس. رفضت الحكومة اليمنية خارطة الطريق التي سلمها لها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك خلال استقباله من قبل الرئيس عبد رب منصور هادي. وقال هادي إن الحكومة الشرعية تعملت بصورة إيجابية مع رؤى مقدمة من المبعوث الأممي خلال مشاورات السلام في محطاتها المختلفة، وقدمت تنازلات لحقن دماء اليمنيين. أكد هادي أيضا أن الرؤى الأخيرة التي طرحها المبعوث الأممي في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته على حد قوله. انفجرت صباح اليوم سيارة مفخخة بالقرب من حاجز للتفتيش بمحيط البنك المركزي بعدن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وتضرر عدد من المنازل المجاورة للبنك. تزامنا مع ذلك، تمكنت قوات الجيش والمقاومة في اليمن مدعومة بطائرات التحالف العربي، تمكنت من تحرير إحدى القرى بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين وصالح. عمل إرهابي جديد تشهده مدينة عدن اليمنية، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من حاجز التفتيش في محيط البنك المركزي اليمني. الانفجار العنيف أدى إلى إصابة 3 أشخاص بالإضافة إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.
بالتزامن تمكنت قوات الجيش والمقاومة في اليمن بمساندة طائرات التحالف العربي من تحرير قرية بيت علهان والجبال المحيطة بها في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين وصالح. المتحدث باسم المقاومة صرح أن العملية أسفرت عن مقتل 23 من عناصر الميليشيات وإصابة العشرات، فيما قتل 6 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 11 آخرون. كما أسفرت الغارات عن تدمير عدة مركبات عسكرية ومنصة صواريخ كاتيوشا وعدد من الأسلحة الثقيلة، وتقدم القوات الحكومية مع تراجع المتمردين، فيما تقوم المدفعية بقصف مواقعهم بمناطق بوسط مديرية نهم. من جهة أخرى لقي 7 من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم، وأصيب العشرات في المواجهات التي جرت مع قوات الجيش والمقاومة في تعز جنوب غرب اليمن، في حين قتل 5 من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 11 آخرون. كذلك نجحت قوات الجيش والمقاومة في صد هجمات للميليشيات بإحدى المديريات بجنوب تعز وفي الجبهة الشرقية من المدينة، ودمرت لهم عددا من المعدات العسكرية وأجبرتهم على التراجع. كما قصفت طائرات التحالف العربي مواقع للميليشيات في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مما أدى إلى مقتل 3 من عناصرهم شمال المحافظة وأصيب 3 آخرون. أعرب وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو والمغرب صلاح الدين مزوار أعلن دعمهما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. يذلك خلال رئاستهما لاجتماع مجموعة حوار 5+5 الذي عقد في مدينة مارسيليا الفرنسية. وقال إيرو إن باريس تدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيرا لوجود أشياء كثيرة يتعين القيام بها لتوحيد تنوع القوى الليبية. بدوره أكد مزوار ضرورة الالتزام باتفاق السخيرات الذي تم توقيعه في 2015 بالمغرب وبرعاية من الأمم المتحدة. النشرة مستمرة وفيها بعد فاصل الاقتصاد. تجدد المناوشات المسلحة بين الهند وباكستان على طول حدود إقليم كشمير المتنازع عليه. الرئيس السيسي وجه الحكومة بتخصيص 100 مليون جنيه لتعويض متضرري السيول وتطوير البنية التحتية. رئاسة الجمهورية تبدأ غدا تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب. القوات العراقية تحبط هجوما لداعش على الرمادي، والحشد الشعبي يبدأ عملية غربي الموصل لقطع الإمدادات عن التنظيم. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. حسام عاطف يحمل لكم باقة من أخبار الاقتصاد، إليك حسام. شكرك محمد وشكرك دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقة اقتصادية جديدة أهم ما فيها. وزير البترول المصري والأردني يفتتحان محطة قياس وتزويد الغاز الطبيعي المصري لمشروع محطة عمان آسيا الأردنية لتوليد البترول.
أهلا بكم من جديد. نبدأ من الشقيق الأردن، حيث افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الدكتور إبراهيم سيف بالعاصمة الأردنية عمان، افتتح محطة قياس وتزويد الغاز الطبيعي لمشروع توليد الكهرباء الثالث التي افتتحت قبل نحو 10 أشهر. وقال المهندس الملا إن هذه المحطة هي التاسعة من نوعها في الأردن التي تقوم شركة فجر الأردنية المصرية بتزويدها بالغاز الطبيعي. وهذا وتشارك شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي في العديد من مشاريع الطاقة المستقبلية بالأردن. إلى مصر، حيث كشفت مصادر سياحية بجنوب الصعيد عن ارتفاع نسب الإشغالات بفنادق مدينة الأقصر بنسبة 90%، تزامنا مع استضافة فعاليات الجلسة 104 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والمقررة غدا الأحد. وبدأت مدينة الأقصر في استضافة الوفود المشاركة في فعاليات الجلسة 104 للجلسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي يشارك فيها ممثلين عن 50 دولة، بالإضافة لعدد من الوزراء وأيضا 500 ضيف مشارك، حيث سيتخلل المؤتمر عدة ورش لتبادل الخبرات في مجال السياحة وسبل دعمها وتطويرها، وكل ذلك بالأقصر. محليا أيضا، نشد الاتحاد العام للغرف التجارية الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، نشد منتسبيه بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة 2 أسبوع. كما دعا الاتحاد منتسبيه أيضا إلى ترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر القادمة وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج للمصانع حتى استقرار أسعار الصرف بالبلاد. أكدت وزارة التموين استعدادها لتوفير أي كميات من السكر للسلاسل التجارية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشارت الوزارة إلى استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذها التابعة وشركات التعبئة والتوزيع والشركات الصناعية والسلاسل التجارية. من ناحية أخرى، أعلن وزير التموين محمد علي مصلحي أن تم وضع خطة طوارئ لضخ السلع في حال وجود سيول بأي محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. كما أكد مصلحي على ضرورة العمل على ضخ السلع الغذائية للمنشآت التموينية مع مراعاة الابتعاد عن الطرق التي تأثرت بالسيول، بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان وصول السلع دون أضرار إلى تلك المنشآت. ننتقل إلى روسيا، حيث أعلنت مصادر بقطاع النفط أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرتب اجتماعا لشركات إنتاج النفط المحلية قبل 2 أسبوع من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في 30 نوفمبر المقبل لمناقشة تقييد محتمل للإنتاج. هذا وتعمل روسيا مع أوبك للتوصل إلى اتفاق يستهدف تقييد إنتاج النفط وكبح الزيادة في المعروض، وهي مشكلات أضرت بأسواق النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين. كانت أكبر 5 شركات روسية لإنتاج النفط والمسؤولة عن 3/4 الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم قد أعلنت أنها سترفع إنتاج الخام العام المقبل بعد وصوله إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. أكدت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم عن أن اتفاقا تجاريا بين أوروبا والولايات المتحدة ما زال مطروحا، وأن المفاوضات بشأنه سوف تستمر مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 8 نوفمبر القادم. ومن الممكن توقيع اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وكندا غدا الأحد، بعدما أدى رفض حكومات بلجيكية محلية إلى تعثر الاتفاق الذي استغرق الوصول إليه 7 أعوام كاملة وتم تعطيله في اللحظات الأخيرة. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر أنهينا وقفتنا الاقتصادية، وعودة جديدة لمحمد عاطف ودينا، تفضل. شكرا حسين. أعلن الجيش الهندي مقتل 2 من جنوده خلال معركة مع جنود باكستانيين ومتشددين على طول الحدود المضطربة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وصرح مسؤول باكستاني أن 3 مدنيين بينهم طفلة قتلوا أمس جراء قصف القوات الهندية لعدة قرى عبر خط المراقبة في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إنه سيحقق في رسائل بريد إلكتروني جديدة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بينما لم يتبقى على انتخابات الرئاسة الأمريكية سوى 11 يوما. واعتبرت المرشحة الديمقراطية إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون أن الرسائل الإلكترونية الجديدة التي اطلع مكتب التحقيقات الفيدرالية عليها لن تغير شيئا في خلاصات التحقيق الذي أجرته الشرطة الفيدرالية وانتهى بإغلاق قضية الرسائل المنسوبة إليها. تطور مفاجئ قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 8 نوفمبر القادم، بعد إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي FBI فحص مزيد من رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية. مكتب التحقيقات الاتحادي أمضى نحو عام في التحقيق في استخدام كلينتون لبريدها الخاص غير المصرح به أثناء عملها وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013، بعد الكشف عن أن بعض تلك الرسائل حوت أسرارا حكومية، ما جعل منافسها الجمهوري دونالد ترامب يرحب بتلك الخطوة ويصف ما فعلته كلينتون بأنه يعد فضيحة أكبر من فضيحة Watergate. Hillary Clinton's corruption is on a scale we have never. فساد هيلاري كلينتون بلغ حدا لم نرى مثله من قبل. لا يجب أن ندعها تذهب إلى البيت الأبيض بمخططها الإجرامي. أكن كل الاحترام لإعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عزمهما تصحيح الخطأ البشع الذي ارتكباه. الخارجية الأمريكية من جانبها قالت إنها ستتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأبلغ مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الصحفيين أنه سيمد مكتب التحقيقات بأي معلومات يطلبها في هذا الشأن. أولا ما نعرفه لا يزيد كثيرا عما تعرفونه أنتم. نحن بالتأكيد سنتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية في حال طلب منا ذلك، ولكن ليس لدينا أي تفاصيل أو معلومات إضافية في هذه المرحلة. إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي فحص مزيد من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصدر كلينتون نتائج استطلاعات الرأي متفوقة على ترامب بأكثر من 5 نقاط، الأمر الذي سيعتبره ترامب فرصة ذهبية لتعزيز موقفه أمام الناخب الأمريكي الذي لم يعد يرى في تلك الانتخابات سوى الاختيار ما بين السيء والأسوأ. متواصلون معكم في النشرة، فيها بعد الفاصل الرياضي. حفل ماراثوني في رام الله لصالح علاج مرضى سرطان الثدي. الثانية والأخيرة في بانوراما النيل هي وقفة رياضية. معكم في هذه الجولة الرياضية محمد.